تزعلش مني لو انا في يوم زعلتك، وبس انا بصراحه ما فيش حد معين يعني، واكيد لو زعلت حد هيبقى مش بقصدي يعني. ما تزعليش مني، اي نعم احنا بنتخانق كتير بس احنا اتنين غلطانين ونبدا صفحه جديده وسنه جديده. ما فيش حد والله، الحمد لله مش مزعل حد يعني. مين مزعله 2017؟ ما حد خالص. انا مزعل واحد صاحبي اسمه نبيل، قال له ما تزعلش مني، انا عارف ان احنا اتخانقنا كتير قوي بس ما تزعلش مني، دي سنه جديده ولازم نتصالح. انا اسفه يا ماما وما تزعليش مني، وانا بحبك قوي، كل سنه وانت طيبه. ما اعتقدش ان انا مزعل حد الحمد لله، لا بامانه والله يعني ما اعتقدش ان حد زعلان مني قوي يعني، ممكن موقف بتاع كده، وعامه لو حد زعلان مني انا اسف يعني، انا ما بحبش ازعل حد عامه والله. انا اسفه يا مامي على كل اللي انا بعمله فيكي وما بيبقاش قصدي. انا زعلت صاحبتي رنا وبقول لها انا اسفه بس بمناسبه السنه الجديده. لا مش فاكره خالص. زعلت ماما وانا اسفه يا ماما ان انا زعلتك وبحبك قوي و بس. ماما زعلتها كتير بهالسنه وعذبتها، بس اكيد هي مسامحتني يعني، ما في داعي لحتى اقل انه تسامحني، وان شاء الله هي دائما بتحبني وبتسامحني يعني، كل سنه مالي محتاجه لسنه جديده حتى عليها، وهي اكثر وحده تعذبت معي صراحه هالسنه. مفيش حد الحمد لله مزعلين الحمد لله. انا بقول لكل شخص زعلته كل سنه وانت سالم، وان شاء الله هالسنه ما حدا بيزعلكم وبس. كل اصحابي اللي انا مزعلهم بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. لا والله مش حاسه ان انا مزعله حد، او ما حدش قال لي زعلان مني. والله اي حد يعني، ما الحمد لله ما فيش حد مزعله، بس اي حد ممكن اقول له ان انا مسالني. في واحد صاحبي مزعله بقول له كل سنه وانت طيب وما تزعلش مني، موقف حصل كده على الله بس يكون يشوف هقول له. يعني انا لما بزعل حد بصالحه على طول، فمش قادره افتكر حد ان انا بيني وبينه حاجه وحش، بس انا لو مزعله اي حد يسامحني انا بعتذر، وان شاء الله سنه سعيده على الكل وعلى مصر كلها، وكل الاحداث الوحشه اللي بتحصل في مصر باذن الله انها يعني تنقضي وخير على الكل يا رب.